يعني هو عملية ترسيخ وتأكيد على دور المجتمع. أهلي قلنا قبل كده مرارا وتكرارا الذين كانوا يستنكرون على كلمة أن النادي الأهلي يعني يحركوا مجموعة من القيم، يحركوا مجموعة من المبادئ، عملته أنه في مكانة أخرى وشكل مختلف، ولذلك اللي ما بيحبوكش مش بيضربوك في نتائجك، بيضربوك في قيمك ومش عارفين. كادوا في لحظة ما أن ينجحوا، في وقت عندما يتساءل مسؤول كبير رفيع المستوى يعني إيه قيم النادي الأهلي، أنا حسيت لا لحد هنا ستوب، الموضوع بقى في خطورة. قيم يعني انك انت بتفكر كيف اكون انا لبنة صالحة في هذا المجتمع، قدوة لأجيال قادمة، معني بالتربية النفسية والسلوكية بقدر ما انا معني بالتربية الرياضية، لا اتوانى ان اقدم القدوة الصالحة في الوقت اللي انا واتجاوز عن اساءات تطولني وسباب يطولني كنادي اهلي وشخوصه وقياداته ورموزه ما بيردش، بيترفع، لانه لو رد هينشغل ما كانش هيقدر يعمل الكلام اللي هو مؤمن بده. فانت بتقدم للمجتمع نماذج، ناس بتشتم وانت بتشتغل في مع اليونيسيف، ناس بتتكلم تقدم قدوه لشبابنا ازاي نبقوا في مشاحنات وتوتر وخلاف مستمر والفاظ نابيه، وانت بتقول لهم لا احنا هندعم حقوق الاطفال عشان يطلعوا شباب ورجال الغد بشكل يتسق مع اهداف هذه الامه العظيمه مصر. فالحقيقه انا كنت فخور جدا وانا قاعد ومطمئن، لان ده بيطمني ان احنا ماشيين برضو كدأب الاهلي في الاتجاه السليم ونحن متسقين مع اهداف البلد. اليونيسيف احدى المؤسسات الدوليه المهمه جدا اللي بتعمل مع الامم المتحده على برامج رعايه الاطفال، وبتصل الى الاطفال ببرامجها وبرعايتها ايا كانوا تحت اي ظرف في اي مكان. عشان كده بتشتغل تقريبا مع حوالي 109 دولة حول العالم في دعم برامج الأطفال. كان عندها برنامج مهم جدا مع برشلونة لفترة طويلة جدا، دايما وأبدا بتركز على الكيانات الشعبية المؤثرة في مناطقها علشان تأثر من خلال الرسالة الإنسانية والخيرية بتاعتها. وصولها للنادي الأهلي أو سعيها للتعاقد مع النادي الأهلي هدفه بشكل مباشر الاستفادة من شعبية هذا النادي الكبير في إقليمه وفي منطقته وفي محيطه لدعم هذه الرسالة المهمة ومساعدة الأطفال. نشوف في هذا التقرير الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة عن هذا البروتوكول المهم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بالسيد برونو مايز ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، ويمكن عايز ارجع بالذاكره بس لبدايه مجلس الاداره بتاعنا اللي كان في من ضمن برنامج الانتخابي بتاعه ان في او برنامج عائله الاهلي كيفيه الاهتمام بجميع الانشطه سواء الانشطه الرياضيه او الاجتماعيه او الانشائيه. من ده النهارده مؤتمر النهارده من احد الانشطه المجتمعيه اللي لازم النادي الاهلي يقوم بدوره فيها، بالنادي الاهلي بتاريخه، النادي الاهلي بشعبيته، النادي الاهلي بجماهيريته، النادي الاهلي بكيانه العربي والافريقي والعالمي. فاعتقد ان النهارده يوم من الايام المهمه اللي فيها تعاون وثيق ما بين منظمه عالميه، منظمه اليونيسيف العالميه، مع النادي الأهلي أحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، وأندية وبرضه من الأندية اللي ليها الحقيقة تواجد عالمي في كل الاستفتاءات العالمية اللي حصلت. النادي الأهلي متواجد في هذه الاستفتاءات. من هنا يمكن عنوان
مؤتمرنا النهارده او التعاون اللي احنا بصدده اليوم، يعني التعاون دوت في ليه عنوان، العنوان ما بين الاهلي ومنظمه اليونيسيف معا من اجل حقوق الاطفال في مصر. في اطفال كتير محتاجين ان احنا نحس بيهم، محتاجين ان احنا يكون لنا دور معاهم بمسمى وبكيان زي النادي الاهلي. اعتقد مهم جدا انه يساهم مع منظمه عالميه زي ما قلت اليونيسيف في ان احنا يكون عينينا على اطفالنا اللي محتاجين رعايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، مستر برونو مايس دي representative of the UNICEF in Egypt. في البداية بنحب نرحب بالسادة ممثلي التضامن الاجتماعي والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلي منظمة اليونيسيف. نرحب بكم جميعا ونرحب بالسادة الإعلاميين والصحفيين. النادي الأهلي مش نادي رياضي فقط، النادي الأهلي مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية ليه دور كبير في المجتمع المحيط به، وزي ما الأهلي له دور رياضي ليه دور اجتماعي ودايما بيتفاعل مع قضايا المجتمع، ويمكن الدور المجتمعي ده هو اللي دايما بيميز النادي الأهلي. وكان أحد النقاط الأساسية اللي ركزنا عليها عندما تولينا المسؤولية، ويمكن من قبل كده، يمكن أول قعدة مع كابتن محمود الخطيب أما شرفت أن أنا أكون من ضمن القائمة، قال لي أنا عايزك تبقى مسؤول عن العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية، وعايزين نتعاون مع الهيئات العالمية زي اليونيسيف. أنا فاكر يعني كابتن محمود كان بيخص الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة بالتحديد، فانطلاقا من دورنا في خدمة المجتمع وقضاياه، الأهلي طول عمره لا يدخر جهدا في تسخير إمكانياته لأي نشاط مجتمعي. ومنذ عدة أيام يمكن احنا استضفنا فعاليات خاصة بالأيتام، وده كان ليه صدى الحمد لله ومردود كبير في وسط الأطفال وأعضاء النادي كمان. النادي الأهلي دايما بيضع الأطفال والشباب في مقدمة الأولويات، ويمكن احنا عشان كده عملنا لجنة، سمينا لجنة اسمها لجنة الطفل، عندنا لجنة شباب، والحقيقة قايمين بدور كبير جدا ومميز داخل النادي الأهلي. احنا على أتم الاستعداد دايما للقيام بدور اجتماعي فعال وإيجابي لخدمة المجتمع، وعلى ثقة من أن التعاون مع منظمة اليونيسيف من شأنه أن يسهم في تحقيق رفاهية للأطفال خصوصاً الأكثر احتياجاً. وعلشان كده عملنا بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف، محوره الأساسي زي ما كابتن خطيب قال، معاً من أجل حقوق الأطفال في مصر. بنسعى دايماً لزيادة الوعي في القضايا اللي بتأثر على الأطفال زي الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة والتنمر والحماية من كافة أشكال العنف، وأيضا التوصل لحلول لإتاحة فرصة عادلة للفتيات والأولاد لتحقيق إمكاناتهم وتشجيع الاندماج الاجتماعي والنهوض بالتعليم. الحضور الكرام، أنا مش عايز أطول على سعادتكم، كل الشكر للسادة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلي منظمة اليونيسيف والسادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كلمات من الكابتن الخطيب والأستاذ خالد مرتجي لخصت فلسفة الأهلي في الانضمام أو المشاركة لهذا البروتوكول المهم جدا. بتلخص أيضا الدور الهام الذي يلعبه النادي الأهلي على الساحة الاجتماعية، دور راقي. ها، وهي دي، هو ده النموذج اللي احنا محتاجينه، هو ده خلاصة مفهوم الرياضة، أن يكون لصالح بناء الإنسان السوي والصحة النفسية. صحيح، هذا برنامج معني بتكوين الشخصية والصحة النفسية لأطفالنا وشباب الغد. ف يعني سعيد جدا أن أنا شفت هذا الإيفنت أو الحدث، لكن كمان تنبسط قوي لو عندك تعقيب قوله، لان انا فضل متحمس برضو اشوف كلمه مستر ميسي. شوف قبل كلمه مستر ميسي، ميس ممثل اليونيسيف، كلمه الكابتن الخطيب وكلمه المهندس خالد مرتجي. كلمه الكابتن الخطيب اهتمام الاهلي برعايه الاطفال والايتام،
وده دور قبل ما يكون دور مجتمعي دور إنساني. ودور الأندية الرياضية المفترض أحد أهم أهداف تأسيسها نادي رياضي ثقافي اجتماعي. لسنوات طويلة جدا أنديتنا الرياضية والكبيرة الأندية القطاعات الشعبية منها بالذات الدور ده قليل عندها شوية. ده اللي محتاج تفعيل لأن المجتمع محتاج ده أكتر. أنا بربط بين الهدف اللي قاله كابتن الخطيب أو اللي جابه الكابتن الخطيب والجملة اللي قالها المهندس خالد مرتجي في نهاية كلمته تشجيع الاندماج المجتمعي. الاندماج الاجتماعي قضية من أخطر القضايا اللي بتواجه كل العاملين في مجال الاجتماع. لأنك أنت زي ما أنت عارف أي طفل ظروفه القاسية أو جدته في الحياة أنه يتيم أو مجهول النسب أو أي مشكلة إنسانية يفضل في دور الرعاية ماشي بشكل معين لغاية لما يوصل لسن المراهقة يصعب اندماجه المجتمعي. لو المجتمع لفظه حوله بشكل مباشر إلى مشروع إجرام، ودي الخطورة. أنت بتربي مشروع إجرام لأنه المجتمع بيلفظه أو المجتمع بيعايره أو المجتمع ما بيحتضنهوش، فتلاقي كل المشاكل اللي حاصلة حاصلة من صعوبة الاندماج الاجتماعي، ويحصل تكاثر وتحصل المشكلة تفضل تتزايد على نفس النسق أجيال بعد أجيال وكلها من نبت المعاناة الإنسانية. عشان كده ده دور إنساني، دور إنساني كبير جدا لخدمة البلد إنك أنت تلاقي الأندية الشعبية أو الأندية الرياضية كمان عامة قوة جذب. الشاب من دول أو الطفل من دول لو عرفت تحتضنه رياضيا وتكتشف مواهبه الرياضية هتوجهه 100% هتقدر. إن ما بقاش لعيب كرة هيبقى لعيب هندبول، لعيب باسكت حسب قوته البدنية، ممكن يبقى سباح، ممكن يبقى ألعاب قوة. عندك مجالات كتيرة تقدر قماشته تطوعها رياضيا حتى لو الموهبة قليلة تقدر توجهها. بس وانت هو الفكرة بتاعتك دي كويسة قوي وانت بتوجهها، بس دي مسؤولية أكبر إنما يقدر الأندية تساعد فيها. دي مسؤولية فعلا. لماذا الجانب الرياضي مهمل في دور الرعاية كحل من حلول الاجتماعية مع ان ده مهم جدا طبعا؟ يعني ونطلب من الأندية هنا بقى ان تساهم في هذا الدور، لكن يعني هي ما تقدرش تقوم بيه لوحديها. ايوه يعني لانه دور كبير، دور رعاية الايتام ورعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الاجتماعية الخاصة او الظروف الخاصة عليها على الاقل في فترة الصيف. وانت بتتكلم على اختبارات الناشئين في الأندية ان توفر هذه الفرصة للأطفال اللي عندها في كل الأندية، مش بالضرورة بس كلهم هيروحوا نادي معين، لا يتعرضوا على الأهلي ويتعرضوا على الزمالك ويروحوا الإسماعيلي ويروحوا المحلة ويروحوا حتى أندية البترول وأندية القوات المسلحة وأندية الشرطة. كل الأندية الرياضية اللي شغالة تقدر تجتذب بعض المواهب من هذه الدور. أنا دعيت من سنتين لختام بطولة معمولة كان للذين يتعافون من المخدرات، وايضا بطوله بتاعه الايتام. لا في مواهب طبعا، في مواهب، بس زي ما انت بتقول عايزه تهيئه الفرص، عايزه الايمان بقيمه الرياضه في تحقيق الهدف اللي قاله المهندس خالد مرتجي، الاندماج الاجتماعي. ان انا اقدر فعلا احول الولاد دول من طفل ظروفه الانسانيه حطته في الحاله الصعبه دي الى مشروع رياضي، ولو قدر يمارس الرياضة وينجح فيها الحياة كلها تتغير بالنسبة له طبعا. يعني هيندمج اجتماعيا صح، مش هيعاني هذه المعاناة، ومحدش هيقول ده خريج دار كذا ولا ده كان موجود في المكان. لا هو ده أصبح لاعب ورياضي بطل ونجم بطل وقدوة، وخصوصا لو عرفت تطلعه إنسان سوي بالزبط. يتحول إلى خلق وقدوة، ده هيفتح باب أمل لناس كتير جدا. يعني النهاردة بالمؤتمر ده أتمنى أن ده يكون إرهاصة لتفعيل دور الأندية مع مؤسسات الخدمة الاجتماعية، أنك تقدر تطرح الرياضة كأحد الحلول المهمة للاندماج الاجتماعي. ممثلي وزارة التضامن كانوا موجودين، ووزارة الشباب كانوا موجودين. إذن هي واضح أن هيبقى في دور
وفي تنسيق وفي اهتمام مشترك بين الدولة والنادي الأهلي واليونيسيف. نتمنى ان ده يكون الفترة الجاية فعلا في حيز التنفيذ الجاد كمان، لان احنا بنسمع كلام كتير في سنين طويلة من غير ما نلاقي حلول على الأرض حقيقية. هنشوف كلمة ممثل اليونيسيف مستر برونو مايس عن بروتوكول المؤسسة مع النادي الأهلي. I think we are all happy to celebrate. احنا طبعا سعداء في البدايه لان احنا بنمضي الاتفاقيه دي النهارده مع النادي الكبير زي النادي الاهلي، والهدف من الاتفاقيه دي هي زياده الوعي للاطفال الاكثر تهميشا والاكثر فقرا، واحنا برضو الهدف من الاتفاقيه دي هو زياده الوعي عن الاطفال دي الاكثر تهميشا وبالنادي لفعل حقيقي عشان صحه أفضل، حياة أفضل، بدون إرهاب للأطفال وبتغذية أفضل. You know this the club is one of the oldest, the most successful sporting club. النادي الأهلي طبعا ده من أقدم ومن أنجح النوادي اللي موجودين في القارة، وطبعا ليه إنجازات على المستوى الإقليمي، وهو من أفضل الأندية أو أفضل بالفعل النادي في الدوري المصري، وإحنا بنؤمن إن الشراكة دي هتصب في مصلحة الأطفال، وطبعا إحنا مهتمين بتمكين الأطفال، وكان في مبادرات زي كده طلعت من وزارة الشباب والرياضة زي تنمية الحضانات، وده على المستوى المحلي، والموضوع ده تنمية الحضانات ده وتكبيرها موضوع مهم جدا بالنسبة لنا، وبنتمنى ان الاتفاقية دي تمشي في نفس السياق وتكون شراكة ناجحة جدا بيننا وبين الأهلي. Sporting club to partner on this massive critical initiative for children and young people in the country. إنما عشان نبقى فاهمين أهمية هذا الموضوع ونلمسه بشكل عملي، أنا كان يعني ليا يعني الحظ أن أوجه سؤال عن ماهية البرامج ونوعها والإيفنتات والوثائق اللي نقدر من الزاوية الإعلامية إن إحنا نقدمها ونشرحها ونوضحها ونفعلها. وكان في إجابات إن ده موجود، واستأذنت أستاذ إبراهيم الأستاذ محمد العدل إن إحنا نحاول نحصل على مزيد من التفاصيل ونكون معنيين إن إحنا نلقي الضوء تباعاً على يعني ما يبقاش مجرد يوم توقيع البروتوكول، لا ده احنا عايزين نفضل نتابعه ونفعله ونشوف هيوصل لايه ونوصله لاهدافه. يعني عايزين نبقى كبرنامج او كقناه لا يعني اداه من ادوات التفعيل الواقعي او العملي لهذا البرنامج المهم. بالتاكيد وهتلاقي ده كتير. انا هقول لك على حاجه، حتى اطلاع كابتن الخطيب بداء فكرني انه من حوالي 15 20 سنه كنت تابعت عضويته لمؤسسه عالميه اللي هي اس او اس سيف اور سولز، كانت معنيه بانقاذ ارواح الاطفال المشردين والمهمشين، نفس الهدف ده. عدد الاطفال اللي كان بيرعاهم الكابتن الخطيب في تدريبات الكوره انا كنت بشوفها، الولاد مبسوطين جدا ان يلاقوا نجم كوره كبير معاهم. يعني في كان في برنامج طيب ما هو كده ايوه نقدر نلم الناس اللي هم قدوه ويروحوا ويعملوا زيارات وكلام. انت بتلاحظ حتى اللعيبه المحترفين بره كل نادي عنده هدف اجتماعي بيطلب من احد نجومه يحضر، ده في العقد منصوص عليه، في عقد احتراف اللاعب في عدد معين من الساعات في الشهر، اعتقد 6 ساعات في الشهر للخدمه المجتمعيه، بيبقى للخدمه المجتمعيه ولا يستطيع الاعتذار عنه. انا فاكر ان دي مشكله لاعب محترف كبير ميدو كان اعتقد مؤتمر كانت مشكلته في هولندا بدات كده ان هو يعني خلى حد يروح بداله، ما هو رفضش، هو خلى حد زميل له يروح بداله. والنادي كومان تحديدا ده اللي قيل وقتها، الله اعلم يعني
يقدر كابتن ميدو يقول لنا الحقيقة في الموضوع. اتضايق من هذا التصرف. انت عقدك بيقول انت، وعلى فكرة هو العقد ما بيقولك انت ما يعني ملزم انك تقدم 6 ساعات لمجتمعك حسب ما برنامج النادي التكليف، مش بس لان المجتمع بيستفيد، ده انت بتستفيد طبعا. انت هناك قيمة مضافة اليك والى اهدافك وحياتك وطبيعتك وسلامتك النفسية وادراكك لقيمتك وتأثيرك انك تبقى مندمج في مثل هذه البرامج يعني. طبعا انت كل ما تحس ان انت مؤثر بشكل ايجابي بتخليك انت ثقتك بنفسك تزيد. محمد صلاح حملته لمكافحة المخدرات أثرت طبعا، مؤكد طبعًا. حملة كان اختيار موفق وذكي طبعًا. حتى الجمل اللي بيقولها حتى يعني لا قام بدور كبير طبعًا. محمد رمضان الممثل هو كان أحد السفراء في البرنامج، يعني أنا كان بصدفة يعني ساهمت في حاجة زي كده بسيطة يعني، بس هم نجوم كبار كانوا بيعملوا اعلانات، ونزل لعب كوره في مع المعافين من المخدرات عشان يحسسهم ان كلنا شايفينكم كلنا فرحانين بيكم، فالحاجات دي بتبقى هايله يعني. نتمنى ان مزيد من التفعيل لكل هذه البرامج لخدمه المجتمع